هذا السي لابريكاد، واش حنا نبقاو السيمانه كامله بملابس العمل؟ كيفاش ملابس العمل؟ حوايج الخدمه. فاش كتسالي انت الخدمه كتحيد الكسوه ديال لابريكاد، حتى انا فاش كنسالي الخدمه كنحيد الحوايج ديال التابر لامانيت. علاش نوضتي لينا الروينه ملي تنشرات لك التصويره بلا زيف وقلتي حقامو في بركه وبغاو يتحاربوا معاك؟ انت راه درتي الحربه بوحدك. انا خويا ما كنبغيش اللي يقص لي حريتي، وما كنحملش شي واحد يقص شعره مني. ايوا لالا كون خليتي راسك مغطي ما غيقيس فيك حتى واحد شي شعره وما غيشوفهاش حتى الشوفان. سمع واحد انفجار، واحد الدخان كثيف لدرجه ان السكان ديال هاد المنطقه هادي والمحلات التجاريه الناس كلشي تخلع. كاين الناس اللي تخنقات، كاين الناس اللي سخفات، وهذا الشيء تيرجع ما كاينش الوقايه، فهمتيني؟ ما كاينش الوقايه على صعيد الحافله، مسائل ديال الوقايه لا فيزيت تكنيك. يعني الناس المسؤولين على هذه الحافله، هذه الشركه ديالهم، خصهم يراقبوا هذه الحافلات. المشكل اللي مطروح هو الاكتظاظ، ان ما تلقاش فين تتوقف. بعدا اول شيء تنطلبوا من المسؤولين، الناس ديال السير والناس ديال النقل اون جينيرال، انه يوفروا لنا واحد المويان دو ترونسبور كي تكون الكاليتي ديالو احسن من ce communiqué de la présidence de la République concernant le troisième mandat est venu remettre les pendules à l'heure. C'est ce que tout le monde attendait, c'est ce que l'opposition démocratique attendait, c'est ce que le peuple mauritanien attendait de la part de quelqu'un, le chef de l'État, qui est dans la Constitution le garant de sa pérennité, le garant de la préservation de cette Constitution. Or, il se trouve cependant que pendant des semaines et des semaines, on a vu monter cette vague incroyable, ce déchaînement même anticonstitutionnel au vu aussi de tout le monde, au point que ces initiatives qui se sont multipliées ne pouvaient pas passer inaperçues. حضر ريفالدو وحضر روجيميلا وميشيل سالغادو وكافو وبصير والنيبت والرقراقي، حضور قوي لنجوم الكرة القدم العالمية في أمسية تتويج أبطال طنجة الكبرى، أمسية غنى فيها وأطرب مغني الراب العالمي متر جيم، وأضحك فيها الجمهور عبد القادر السكتور. على شنو كاين في 2021 الألعاب الأولمبية؟ الله يهديك قال لك الألعاب الأولمبية، وكاين اللعب الصحيح السي لابريكاد. وأنا راه دابا كنهضر على الحرية الفردية وكندافع عليها، غير أخويا بديت من دابا في الجميع. أشنو كتجمع المعلومات؟ لا هو كنجمع النبك، راه كنجمع الأصوات أش من معلومات، حيت بان ليا داك السي حمادي راه ما غايزيدش لقدام. اللهم نعاود ندخل ونبين ليهم بلي السي بن كيران باقي حي يرزق ويرشح، فهمتيني ولا لا؟ On va aborder, comme à Tanger, tous les sujets que les Français souhaiteront. C'est-à-dire que il n'y a pas d'exclusive, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de sujet interdit. Il y a juste un moment, un questionnement, une volonté d'être, de se poser les questions qui touchent et qui traversent aujourd'hui la société française et que le président de la République, Emmanuel Macron, a proposé de mettre en débat. أقفال معظم المحلات التجارية موصدة والتجار غاضبون، هكذا بدا سوق إنزغان ثاني أكبر الأسواق بالمغرب بسبب إضراب شنه تجار مدينة إنزغان أيت ملول، تعبيرا عن رفضهم للمقتضيات الجديدة التي أقرتها المديرية العامة للضرائب، مهددين في تصريحات مختلفة عن استعدادهم للقيام بخطوات تصعيدية مستقبلا في حال لم تتراجع الحكومة عن تطبيق بنودها. بالنسبة للتجار هذا الصباح توقع اتفاق بين
بين الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية للتجار مع إدارة الضرائب وإدارة الجمارك. وهذاك الاتفاق فيه عدد من المقتضيات كيستجبل بعض المطالب ديال التجار وكيوضح بعض الهواجس وكيحاول ما امكن يعلن بدء واحد الحوار يمكن يطول حوار على جميع القضايا شويه بشويه باش تحل هذه المسائل. بدينا باربعه الاناث وذكر يعني قفص صغير حتى كيتعلم فيهم الانسان تتعلمنا فيهم وسعنا شويه الله يجعل البركه وسعنا سميتو هي الطريقه ديال التوالد ديال الارنب. الارنب يقدر تعطينا من 50 حتى 60 خلفه يعني الوزن ديال ام الارنب الارنب الام الوزن ديالها كيتضاعف 50 مره حتى 60 مره.